قناة آي تيك، دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية. لا تكن ضيفاً على القناة، كن جزءاً من العائلة. اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد وأهلاً بكم معي في حلقة جديدة. جالي سؤال من أحد المتابعين، هو بيستخدم التطبيق بتاع كاب كات للكمبيوتر، فعاوز يشيل الكروم الخضراء أو الخلفية الخضراء من الفيديوهات، ولكن كان عاوز فيديو ازاي يعرف الطريق. دلوقتي لو انا عندي كروما خضراء زي ما احنا شايفين كده، جبت الكروما على تطبيق كاب كات، هبدا ان انا انزلها تحت في تايم لاين. بعد كده زي ما احنا شايفين ده الكروما دي عباره عن فريم وجوه كروما خضراء. الكروما دي طبعا احنا المفروض ان احنا بنشيلها عشان بنحط بقى جوه الكروما دي اي فيديو احنا عاوزينه. طيب نشيل الكروما دي ازاي؟ عن طريق عادي جدا، ان احنا بنحدد هنا على الفيديو اللي احنا عاوزين نشيل منه الكروما. بعد كده بنلاقي هنا بنقف على الفيديو، في عندنا البيزك والريموف والماسك زي ما احنا شايفين كده. بنيجي هنا عند الريموف نضغط عليها، بعد كده بيظهر لنا الكروما كي زي ما احنا شايفين كده. بندوس هنا على المربع الصغير بتاع الكروما كي، بعد كده بنيجي شايفين الدبوس الصغير ده. الدبوس الصغير ده هندوس عليه كليك شمال بالماوس، وبعد كده هنختار اي مكان هنا على الكروما. وعلى فكرة الكلام ده ممكن نعمله على الكروما، مش شرط تكون كروما خضراء، ممكن تكون كروما زرقاء او سوداء او اي لون، المهم يكون لون واحد زي اللون الاخضر اللي احنا شايفينه ده. بعد ما دوسنا هنا على الدبوس بنيجي هنا في اي مكان على الكروما الخضراء ندوس كليك شمال بالماوس، بعد كده زي ما احنا شايفين هنا اختار لنا اللون، اللون اللي هنا هو اللي هنا بالظبط. كل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا عند الخيارين دول، هنبدأ ان احنا نسحبهم كده لحد ما الكروما تتشال معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب نطبق الفكرة على فيديو تاني، وليكن مثلا نروح نجيب فيديو تاني من الديسكتوب مثلا. هنجيب الفيديو ده وهنبدأ نحطه هنا في التايم لاين. ادي الفيديو معايا اهو زي ما احنا شايفين كده. عاوزين مثلا نشيل الكروما اللي هي الخضراء اللي هي دي، بحيث ان احنا نحط اي فيديو ورا الكروما دي. نفس الكلام، هنقف على الفيديو نختاره، بعد كده هنروح هنا على الفيديو البيزك ونقف على الريموف، وهندوس هنا على الكروما كي وهنختار الدبوس اللي احنا قلنا عليه. بعد كده هنحدد هنا على اي مكان في الكروما، وبعد كده نسحب كده الشريط ده لحد ما تختفي معانا بالشكل ده. هنيجي نشغل كده نشوف الدنيا ماشيه او زي ما احنا شايفين الكروما الخضراء اللي هنا اتشالت. اقدر بقى احط هنا اي فيديو انا عاوزه مهما. بس كده ده كان موضوع حلقة النهاردة. بتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عاجبكم. ياريت متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة، ولو أي حد عنده أي سؤال مهما كان هتسيبوه في التعليقات وإن شاء الله أرد عليه في أقرب وقت. كان معكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة آي تيك، دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية. لا تكن ضيفا على القناة، كن جزءا من العائلة. اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعم الفائدة.